استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلا، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، واستعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلمين الوطنيين. وقد شهد الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيلا رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين، عقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بزيارة أخيه الرئيس جيلا إلى مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وكذلك قضية سد النهضة. من جانبه أعرب الرئيس جيلا عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التشاور السياسي والطاقة والموارد المتجددة وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.